لما اتخلق آدم في الجنة كان لازم له معين نظيف، مشروع سماوي من إلهنا، هو ملكه بحب كبير. سلامنا الداخلي هبة نقدمها للآخرين، والبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج حكايات بيوت الكتاب. اليوم رح نحكي عن بيت لوط. طبعا أبونا عزت شاكر هو دايما يلي بهيك بخلينا نتنور. أشكرك من القلب. من خلال طبعا يعني نحن بنتبارك فيك ومتبارك بكلامك. وأهلا وسهلا فيك. بوجودك جدا صدقيني. خلينا إياك. مين هو لوط؟ أولا لوط هو ابن أخو إبراهيم. نعم. ولما أبونا إبراهيم كان سنه 75 وجات له دعوة من الرب أن يخرج من أرضه ومن وسط عشيرته وأهله عشان الرب دعيه، لوط خرج مع أبونا أبرام. لكن أثناء الترحال حصلت منازعة بين رعاة أغنام أبونا إبراهيم ورعاة أغنام لوط، وأبونا إبراهيم هو اللي أخذ المبادرة، قال له لا تكن منازعة بين رعاتي ورعاتك. نعم. اختار من الأرض اللي يعجبك، أنت اللي تختار الأول. شايف التقديم الآخرين. وبعدين لوط بص كده شاف سدوم جميلة جدا، يقول الكتاب هو شافها يعني أرض ساقية كجنة الرب كأرض مصر. كانت مصر بيضرب بيها المثل. فراح اختار سدوم. لكن أنا وجهة نظري اختارها لأنه جميلة، لأنه شايفها حلو. أيوة عارفة تفكير أحادي البعد. وأنا عايز أحذر كل مشاهد من التفكير أحادي البعد. يعني إيه أحادي البعد؟ عارفة واحد هيشتري عربية فيسمع أني ما بتستهلكش بنزين يروح يشتريها. طب هل سألت على قطع غيرها؟ هل سألت على مراكز الصيانة؟ هل سألت على قوة تحملها؟ على إلى آخره. فده مجرد شافها جميلة قالك أخد دي. هل سألت الناس اللي هناك شكلهم إيه؟ هتعبد إزاي؟ بناتك يكبروا إزاي؟ نسي كل ده أراح. سدوم زي ما كلنا عارفين كلها شر، كلها شر. للأسف أراح وعاش في سدوم. صدقيني يا منال لوط رسالة، ورسالة لكل المؤمنين. نعم. ليه لكل المؤمنين بالذات؟ لأن لوط الكتاب يقول عنه أنه كان بارا، لكن للأسف هو نموذج للمؤمن السلبي. صحيح. وكتير مؤمنين سلبيين الأيام دي. العلماء بيقدروا ان لوط عاش في سدوم حوالي 22 سنة، لكن 22 سنة لم يترك تأثير واحد. هو لم يترك تأثير 22 سنة، متخيلة؟ نعم. فأنا بقول لكل اللي بيشوفنا الوقت، هل بتترك أثر في العمارة اللي انت فيها، في الحي اللي عايش فيه، وسط الناس، في الشغل، الزملاء؟ 22 سنة. بس عارفة ليه؟ لم نسمع أنه بنى مذبح للرب. نعم. عشان يقدم ذبيحة أبدا. لم نسمع أنه صلى وتضرع من أجل سدوم. كل ده هو مشغول بسدوم. نعم. وعايش في سدوم، يعني ما كان في وجود لله طبعا. لما نقرأ عن سدوم. نعم. وأنا مش عايز أخد وقت كتير من الحلقة في سدوم، أن كلها شر وفساد وشذوذ ونجاسة، للدرجة كل المدن اللي حواليها بتصرخ إلى الله من ظلم سدوم وشر سدوم عليهم. وده موجود في كل الأصحاحات السابقة. نعم. واللي يأكد لك ده أكتر،
لان انا عارف على السوشيال ميديا بيتهموا الله انه قاسي جدا ازاي يحرق البلد. عارفة اولا ابونا ابراهيم قعد يتضرع من اجل سدوم ويقول للرب اديان كل الارض لا يصنع عدلا؟ لو كان في المدينة بدأ بخمسين بار مش تعفو عن المدينة؟ قال له اعفو واخد بالك، بس ما فيش. طب 45 40 30 فضل ينزل واحد. ما فيش ولا واحد. متخيلة كده؟ ده يؤكد ان كل المدينة غرقانة في الشر. طيب وبعد كده لما تضرع عشان لوط وعيلته أرسل ملاكين عشان ينقذوه. أوريك مشهد واحد بس صدر. في تكوين 19 راحوا الملاكين عند سدوم، لوط كان عند باب المدينة استضافهم في بيته. عارفة أول ما استضافهم في بيته ناس سدوم اتجمعوا كلهم لأن شافوا الملاكين واضح أن شكلهم حلو، يخبطوا على الباب بتاع لوط هيكسروا الباب. ليه؟ يقولوا أخرج إلينا الرجلان اللي عندك لنعرفهما، لنعرفهما تعبير جنسي زي عرفة آدم حواء امرأته. يعني عايزين الرجلين دول عشان ببساطة نمارس الجنس معاهم. شايفة الشذوذ؟ الشذوذ. لما اتجمعوا كل أهل سدوم بلا مبالغة بالحرف كده يقول اتجمعوا من الحدث إلى الشيخ، يعني كبار وصغار. شايفة الفساد امتلك كل أهل سدوم. لوط طبعا أنا من وجهة نظري عايز يقول حاجة كويسة بس ما يتقالش من مؤمن. عارفة لوط يرد عليهم يقول لهم ايه؟ يقول لهم عندي بنتين لم يعرف رجل، أخرجهم لكم، اعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه لكن سيبوا دول. في مؤمن يقول أطلع بنتين اعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه؟ طبعا لا. فمؤمن سلبي سلبي انسحابي. وبعدين لولا تدخل العناية الإلهية لأن أهل سدوم كانوا هيكسروا الباب، الرب ضربهم بالعمى فسابوا المكان ومشيوا. لكن لما نكمل بقى النص شايفة لما بقولك لم يترك أثر في كل المدينة. أهل سدوم يقولوا عن لوط هذا الإنسان جاء ليتغرب وهو يحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. يعني إيه؟ يعني الراجل ده جاي وبيحكم فينا، ده احنا هنعمل شر يعني هنمارس الجنس معاك. شايف الفساد دي؟ وبعدين المهم الملكين قالوا له احنا هنخرب المدينة، اخرج بسرعة انت وكل ملك. تفتكر لو انسان عاقل يعمل ايه؟ اولا ملكين جايين لك وشفتهم ضربوا كل أهل المدينة بالعامة، المفروض تجري جاري. إيه اللي عملوه؟ عارفة إيه اللي عملوه؟ شعني. عارفة لما تبص هنا بيقولوا أخرج بنيك وبناتك وأصهارك إلى غيره. أراح عمنا لوط يقول لأصهاره يلا عشان نخرج، يقول فكان كمازح في أعين أصهاره. يعني ما كان جدي موحيلا. يعني تخيل أصهاره واخدين كلامه تهريج. نعم. مش عارفين جدية الكلام. نعم. ده يقول لك ان ما كانش ليه وقاره واحترامه عند كل العيله. نعم نعم. عارفه يقول الكتاب ولما توانى. مين اللي توانى؟ لوط ومراته. ده توانى ازاي؟ انت ما بتفهمش، خراب جاي. لما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امراته وبيد ابنتيه عشان يخرجوه، يا بيشدوهم شد اخرجوا. طيب لما جم خارجين يعني بالغصب حتى عليه قال له اعمل معروف. ده لوط بيقول لهم اعمل معروف، ما روحش الجبل، ممكن اروح البلد دي القريبة. عارف الملكين قال له حاضر، سكتوا لغاية لما مشي ودخل الحتة دي اللي اسمها صوغر. نعم. دخل وبعد كده نزلت النار والكبريت. اصل الناس فهم القصة غلط، فاهمين ان خرجوا كده ومرات لوط راحت بصة وراها بقت عمود ملح. غلط. ده مشت وبعدين ادهم وصية، لوط اوعى حد فيكو يبص وراه، اللي هيبص هيهلك. في وصية واضحة. وسابهم لغاية لما مشوا وراحوا المدينة دي ودخلوا فيها. ايه يعني البص وراك؟ يعني انا اعمل كده او هو يكون بعده قلبي جوا؟ ما بالظبط ده اللي هجيله. مشوا لغاية المدينة ودخلوا وقعدوا وبدأت تنزل النار والكبريت. نعم. اول ما نزلت النار والكبريت عارفة يقولك ايه عن مرات لوط؟ يقول كده
ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. يعني ايه كلمة من ورائه؟ من ورائه يعني في حوار بينهم بيقول لها اوعى تبصي، ده الرب قال لنا، ده طلعناه من حياتنا خلاص. لكن هي غالبا غفلته خلته مش واخد باله، وبدأت تبص تتفرج فصارت عمود ملح. ليه؟ لأن قلبها في سدوم. صحيح. حياتها في سدوم، روحها في سدوم، خرجت بالجسد. نعم. بالجسد. بس الروح بعدها. وهي طالعة بيشدوها من إيديها. والمشهد الأخير الأسوأ في حياة لوط إن بعد ما وصلوا هناك البلد دي وقعدوا، يجوا بناته يقولوا إحنا نشرب أبونا خمر وننام معاه. اتعلموه منين ده؟ من سدوم. نعم طبعا، لأنه عايشوا يعني هون المكان اللي هم عايشوا فيه، والتقاليد والمبادئ، وفعلا أسكروه واتضجعوا معاه. وعند هنا ختمت القصة. وكأني يقول كفاية كده. قصة يعني قصة يعني حزينة. أنا حزينة بالنسبة لي جدا حزينة، وحزينة جدا، مأساوية. هو نموذج للمؤمن السلبي. 22 سنة لم يترك تأثير في شخص واحد. واحد. ومن نعمة ربنا إن أنقذهم. صدقيني الرب يسوع قال في مرة جملة، انظروا إلى امرأة لوط، عشان عايز يقول لنا كانت جنب شلالات النعمة. عارف يعني النعمة؟ ده بعت لهم الملاكين يخرجوهم. وما نزلتش النار غير بعد ما مشوا ومحوط عليهم، لكن خسرت نفسها. لأنها لم تتجاوب مع النعمة. حلو. دي رسالة لكل اللي بيشوفنا، تجاوب مع النعمة. صوتنا ده النهاردة نعمة لكل مشاهد. نعم. إن لم يتجاوب على الهلاك. يعني حلوة كمان. أنا هالقصة أنا بخدها شخصية هيك، بعتبر إنه لوط هو طبعا كان بمكان خطأ، وهو كان قابل يكون بهالمكان. وهو اختاره. بس دايما في عنا رسائل. أو الله بيبعت لنا حدا تيخلصنا. يعني بدنا نحن نمد إيدنا وما نطلع ورانا. صح؟ أمين. وآخر كلمة شو بتحب تقول للأشخاص إنه ياخدوا عبرة من هال؟ مش هقول لكل اللي بيشوفني غير أرجوك تجاوب مع النعمة. حلو. تجاوب مع النعمة. الصوت عندك الآن الآن، فإن لم نتجاوب إيه اللي بيحصل؟ القلب بيتقسى. حلو. نحنا كمان أنا لما كانت عم بحضر لهالبيت كتير هيك كان عندي أسئلة وطبعا الشباب والصبايا والأهل حابين يعرفوا عنا. رح نرجع له مع ضيفنا. أمين. بعد الفاصل. حكايات بيعود الكتاب. نحن وصلنا لتاني قسم من برنامجنا، وطبعا هيدا القسم انتو تنطروه. اليوم معنا ضيف مميز، الأسيس سمير أصد الله. حضرتك دكتور صحة نفسية وماجستير مشهورة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. نحن اليوم عم نحكي عن بيت لوط، عن بيت لوط، وطبعا في عنا كتير من الأسئلة اللي حابين نسألك إياها. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. عندي سؤالين مهمين جدا ونفسي نكمل فيهم الحلقة. السؤال الأول، إيه الأسباب النفسية للمثلية الجنسية اللي انتشرت بشكل غير عادي الأيام دي؟ والسؤال الثاني الأهم، إزاي أنا كأب أحمي ولادي من الخطر ده؟ كل البيوت النهاردة مرعوبة. أنا أعرف بيوت رجعت من أمريكا وكندا وغيره لهذا الأمر، لكنه انتشر في كل العالم. صحيح. هو الموضوع صعب جدا، محتاج مننا نفهم إيه اللي خلى الأسباب الأطفال أو الشباب يلجأوا للجنسية المثلية. أول حاجة أنا بشوفها هي التربية القاسية. قاسية. طبعا. بمعنى ايه؟ هدي مثل صغير. لما يجي اب تملي يكون قاسي جدا على الولد، على ابنه، وتملي شديد معاه وضربه واهانه، في الوقت دوت الولد بيبقى محتاج يشوف حد اب تاني يعمل ايه؟ يشعر بحنان من خلاله، انه شايف بابا ده ايه؟ قاسي. او العكس، الام مع البنت. ففي الوقت دوت الولد بيبقى عنده شعور خلاص انا 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 بدور على حد تاني. فعدم التربية القاسية ديت بتخلي الولد من ضمن الأسباب يعمل إيه؟ يكون عنده جنسية مثلية، يدور على حد زي بابا يحبه. ليه؟ أنه افتقد محبة الأب. أنا جاني قبل كده ولد بابا كان قاسي جدا، وبسبب قاسوة بابا قال لي عايز أقول لك حاجة يا ابونا بس ما زعلش مني، تفضل. قال لي أنا مثلي. أنا طبعا بابتسامة جميلة
استقبلت الموضوع جدا وبدأت أتعامل معه خطوة بخطوة. لكن أنا شايف أول خطوة هي أن تربية قاسية ما فيهاش محبة ما فيهاش رعاية. في سبب تاني يخلي الجنسية المثلية ديت هو الاعتداء المتكرر طبعا، ودي حاجة إحنا للأسف بنفتقدها مع الآباء والأمهات، ما عندهمش إزاي ياخدوا بالهم من أولادهم. صح. أهم حاجة يقولوا ما يأكلوا ويشربوا، طبعا ده كلام مش يعني مش متكامل. إن الولد لما يحصل عنده اعتداء جنسي متكرر يحصل عنده حاجتين، أول حاجة يحصل عنده حب انتقام، اتنين حب تلذذ. يعني إيه؟ إن أول ما الولد يحصل عنده عملية يعني حد يعتدي عليه هو في نفس السن، خد بالك على السيس، إن مثلا لو اعتدى عليه حد عنده 18 سنة لما يجي يكون عنده جنسية مثلية يمارس نفس في السن دوت 18 سنة أو 20 سنة، إن هو مرتبط بإيه؟ بالمرحلة الشخص اللي اعتدى عليه في نفس السن. فهو طبعا عنده عايز ينتقم، في نوعين، واحد عايز ينتقم، اتنين عجبه الأمر إذا جاز التعبير أو تلذذ بالأمر فيعمل إيه؟ فيكون عنده ميول ناحية الحاجة الجنسية أو الجنسية المثلية. في سبب ثالث وانا دوت شايفه ان هو دوت اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منه قوي كمان، انعدام التعليم الصحيح. حلو. وسط الميديا اللي احنا عايشين فيها، يعني دلوقتي مفيش حد ما عندوش فيسبوك، ما حدش عنده انترنت، كل الشباب والاطفال عندها ايه؟ عندها انترنت. اذا انا ما بديتش اعلم وافهم ابني واكون انا وابني اصدقاء، او ماما وبنت، ماما والبنت يكون اصدقاء، يحصل تعليم غلط، مفاهيم غلط. يعني مثلا الوقت اللي فات كان موضوع ديزني كان قلب الدنيا كلها. طيب انا ما اقدرش امنع النت عن ابني طبعا، الدراسه كل حاجه عن النت. دلوقتي عجبني مثلا يقول ايه، لا تستطيع ان تمنع الطيور تطير فوق راسك، لكن تستطيع ان تمنع الطيور ان تعشعش في راسك. ده احنا خلاص احنا في عالم منفتح دلوقتي. صحيح. فين التعليم؟ انا حبيت كتير حضره القسيس لما قالت انه اجى حدا وانت ابتسمت. يعني اوقات هالاشخاص هن داي بحاجه لهالبسمه لشخص يحضنهم تيقدر يعرف شو المشكله ويقدروا يطلعوا من المشكله اللي هن فيها. ما هو ده طبعا انك تستقبلي حد انت عايزه تساعديه، طبعا هو حد جاي لك عايز حد يساعده، يعني هو انسان، هو طبعاً انسان عنده مشكله. عفوا تملي يعني قد عذري اللي قدامي، يعني انا مثلا احنا بنشوف حد مثلي بنقول دوت حد مش كويس، لكن انا كشخصيتي انا بقول انا محتاج قد عذر، يمكن تربيه قاسيه، يمكن اعتدي عليه هو صغير، يمكن بسبب ما فيش حد بدا يعلم فيه ويفهمه ان دوت غلط. حصل موقف معايا مع ابني، انا عندي 3 اولاد ولد وبنتين، حصل موقف مع ابني خلاني كنت مذهول جدا. ابني ماسك التليفون فبدا يخش على موقع ان ازاي الولد يحب ولد تاني ويحط روج يعني نفسي القصه ديت. انا بصيت كده قلت له جاستن تعالى، هو جاستن خاف جدا مني، تحبي تعالى، انا طبعا زعلان منك انك عملت حاجه زي كده، بس تعالى افهمك ايه هو الصح. ففي الوقت دوت انا محتاج كأب يبقى في صداقه بيني وبين اولادي. اتنين، لما اجي اعلم ما اعلمش بقسوه او بغضب، نعم، زي ما علمنا الكتاب علمي، اعلم بمحبه. نعم. يعني لما بيكون البي غائب عن المنزل والام وحيده، يعني انا كمان بعرف ناس كان وجود الاب معدوم فطلعوا، يعني صار عندهم هيدي الميول، حسوا انه هن ناس قادرين يعيشوا بلا الرجل بحياتهم. او الام، دور الام هون لعب دور كتير مهم، انه هو وابنه عم بيحط حمره او عم بيقلدها هي سكتت. يعني هون كتير ضروري انه الواحد لما بيشوف الخطا من هن وصغار يحكي عنه. صح. علشان كده كلامك مظبوط، لما اجي اكلم الولد اكلمه بصيغه المذكر، انت كذا، والبنت نفس النظام انت كذا. نعم. ولما يجي مثلا حته فكره جميله، لما يجي الولد تحط روج، لا الولد ما يعملش كده. عشان كده انا بقول التعليم اهم نقطه او اهم سبب هو ايه، هو التعليم في الامر دوت، ان بعلم ابني باخده صديق ليا، والاهم دوت ان احتضنه كمان. نعم. فدوت يخلي يمنع، بص لحضرتك حاجه على السيس،
الأسباب هي في نفس الوقت هو الدليل إن خليه نعمل إيه؟ أخذ عكس السبب بتاعه. يعني مثلا لو في اعتداء أنا أهتم بابني، راح فين؟ جه منين؟ لو ابني تعور، تعور ليه؟ الحاجات دي كلها مهمة. أنا نفسي بعمل كده، يعني أنا مثلا لو لقيت ابني مثلا متعور في حاجة، تعال حبيبي إيه من عورك؟ طب فين؟ بدي أسألك شغلة. أنا بشوف أنا لأني بدرس بمدارس، بشوف أنه أوقات في أشخاص بيهزروا مع رفقاتهم مع أصدقائهم. بتعرف أنت في عمر معين للشاب بيكون بعده صوته صوت بنت، صوت فتاة تينيجر، صح؟ قبل الهرمونز ما يكتملوا عنده. فكتير بيلاقي يعني مثلا في عنا نحن، حضرتك بتعرف أنه في أعمار عمر معين، بس في أوقات في ولد بيتأخر عن ولد آخر، فبيصير هو تارجت، يعني بيصير هو مثل هدف بقلب الصف، إنه رفقاته كل الوقت هني بيعملوا عليه نوع من البولينج أو التنمر. فهالتنمر كمان أنا بحس إنه هو ممكن يوصله لهالحالة، يعني هني عم بيقولوا له بنت، أنت بنت طبعا، يعني وهون دور الأستاذ أو دور كتير هيدي بتصير. فهو أول فترة بيصير يعيط، بعدين بيتعود. فهوني شو قلنا هيك، أنا بحب حضرتك تعطي رسالة لهالشباب الصغار والبنات يلي عم يسمعونا، إنه كمان قدي في دور مهم لألن كيف نظرتهم للآخر ولأصدقائهم. يعني هني أوقات بيكونوا عم بيهزروا، بس يعني من ناحية تانية هني بيكونوا عم بيأثروا سلبا على رفقاتهم في السن دوت. أنا بقول لابني وبقول لكل ولد في السن دوت، خليك واثق في نفسك، كلام اللي حواليك مانوش أي جدوى معاك. نعم. إنك أنت مميز، أو أنت كمان شخص جميل وحلو. كلامي أنا لابني أو بنتي هو اللي يحميه من الأمر دوت. الحاجة التانية بفهمه إن كلام الناس مانوش تأثير، ممكن يكون غيرانين منك، ممكن يكون أنت حد مميز فهم لازم يحتكوا بيك. بديله كمثل كالنخلة، النخلة الجميلة فيها بلح، يعملوا فيها إيه؟ يرمطوب عليها، لكن هي عشان فيها إثمار فمش هتتأثر بحاجة زي كده. نعم. علشان كده جاتني مشكلة من الأسبوع اللي فات، بنت بتنمره عليها وقالوها انت ولد، وقعدت تبكي وتعيط. تاخدي بالك مين دولة؟ قلت العيال. قلت لها برافو عليكي عيال. ايه 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 كلامهم ده وتفق معاكي في ايه؟ قلت ما فيش بس بيزعلني. نعم. قلت لها ده شوية عيال بيلعبوا. نعم. لكن ايه يفرق معاكي مين؟ بابا لما اتكلم، ماما لما تتكلم، لما يكون حد كبير بيتكلم انت فاهمه انه بيحبك، اخد بالكلام. لكن في وسط السن دوت لا، انا ما اخدش بالي، انا دوبك ايه ينفع اتعامل معهم كاصحاب مش اكتر من كده. اخر موضوع كمان، انا لانه هيك بحس فيه وبشعر فيه، البيوت يلي عندها بس بنات ما عندها اولاد، ما عندها اولاد، ما عندها صبيان. فكمان بحس انا انه التربيه بتكون، لانه هن دائما بيسمعوها انه نحن ما في عنا او ما عنا ولد، فدائما في بنت صبيه بتطلع تبقى حابه ولد، تبقى حابه يعني بتبقى هي عايزه تكون الولد ده. فموضوع هون التربيه كمان، شو بتقول للاهل يلي هن ما عندهم اولاد وبيكون هن حاسين بنقص بيعكسوه على بناتهم؟ زمان كان في الاتحاد السوفيتي لما كان يحبوا يعذبوا حد ويحبوا يبرمجوه، نعم، يحطوه في سجن ويسمعوه الكلام اللي هم عايزين يسمعوه له. نعم. يبقى قاعد كده طول الوقت 24 ساعة يبتدي يعمل ايه؟ يسمع كلام بس. فيبتدي يحصل ايه؟ اول لما يخرج يبتدي ايه؟ يكون متبرمج على الكلام دوت. اللي عايز اقوله ان الدور دوت الولد او البنت ملهوش ذنب. صح. هو حسب ما سمع من مين؟ من ماما. انا نفسي في ولد، نفسي في ولد، فانا عشان بحب ماما فعايز ايه؟ انا عايز ابقى الولد دوت. نعم. وتكمل شخصية مين؟ شخصية الولد. فأنا محتاج الأهل يكون عندهم توعية. بمعنى إيه؟ أنت جميل، أنت الله خلقك على صورة الولد أو صورة البنت، أنت أنا حبك كده. نعم. اتنين، ربنا حبك كمان كده، أزرع فيه إنك إيه؟ إنك أنت في الحالة دي هو ده اللي ربنا عايزك فيه، ليك دور وأنت شخص مميز. بس ده دور مين؟ دور الأهل. حلو كتير. يعني دور الأهل طبعا، لكن الولد أنا بشفق على الأولاد والبنات اللي بيسمعوا حالات زي كده، هم غصب عنهم. طبعا طبعا طبعا، هيدي رسالة كتير كبيرة لكل حدا عم يسمعنا، خاصة الأهل. دوركم كتير مهم لتربية بناتكم وشبابكم يطلعوا أحلى ناس. نحن بدنا نشكرك على حضورك الحلو. شكرا. طبعا حنشوفك بحلقات إذا الله راد، يعني ببرنامجنا. أهلا وسهلا فيك. أبارك بيكم خالص خالص. وشرفتنا ونورتنا يا سي سمير. شكرا يا أبونا كنتخيل. شكرا لك حبيبي. أبونا مثل العادة الختام مع حضرتك. أمين.
من القصص الجميلة البديعة اللي قريتها زمان إن كان في ملك عايز يعلم شعبه إن يكون إيجابي، فجاب صخرة كبيرة وحطها في طريق من الطرق. للأسف كعادة كل الناس، كل اللي يجي ماشي الصبح يفضل يشكي الظروف واللي بيحصل والمسؤولين وأهملوا البلد والطرق وضاعت وباظت إلى آخره، لغاية لما جه واحد قلبه حلو قوي وبذل مجهود كبير جدا إن يزق الصخرة ويبعدها بعيد عن الطريق. الرائع إنه هو بيزق الصخرة بعد ما زقها لقى تحتها كيس في مبلغ كبير من المال، وكأن الملك كان عايز يكافئ اللي هيعمل كده. لما سمع الملك استدعى الراجل ده قال له عايز أعرف إيه الدافع اللي خلاك نقلت الصخرة. قال له أمي طول السنين كانت بتعلمني من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية، وعلمتني في أي مكان أكون إيجابي، وأنا عايز أقول لك خليك إيجابي وهتشوف البركة. ربنا ما حطكش بالصدفة في عمارة أو في حي أو في مدينة، لكن حطك علشان تحدث تأثير كبير وتكون نور وتكون ملح وتكون بركة. أرجوك ارفع قلبك معايا الوقت وقول له يا رب اجعلني شخص إيجابي في كل مكان أكون موجود فيه، والرب معك. لما اتخلق آدم في الجنة كان لازم له معين نظير، مشروع سماوي من إلهنا، هو ملكه بحب كبير.